خلصته صار زين قاعد ها وحتى الآن لم يتسنى لا للدفاع ولا لأي أحد من أفراد أسرته من مواجهته، وهذا أكبر دليل على مدى التعذيب الشديد الذي مورس بحق منتظر ابن العراق. ونؤكد على أن مكان ومصير ابننا مجهول لحد الآن، علما أن عملية التحقيق تجري تحت ظروف غامضة جدا، بحيث أن الدفاع حتى الآن لم يتمكن من اللقاء مع منتظر للأخذ بأقواله.